الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما زال الحديث عن إثبات علو الله سبحانه وتعالى كما مر بنا في الدرس الماضي، فإن العلو له ثلاثة معان. المعنى الأول علو، حد فاكر؟ علو الشأن، والثاني علو القهر، والثالث علو الذات أو علو الفوقية. فأما علو الشأن يعني أن الله سبحانه وتعالى شأنه علي سبحانه وتعالى، فمتصف بصفة الكمال ومنزه عن كل نقص، فهذا هو علو الشأن. النوع الثاني هو علو القهر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر، كل شيء يدخل في سلطانه وتحت حكمه وقدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فهذا علو القهر. فهذان المعنيان كما مر بنا، كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يقر بهذه المعنيين. كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام تقر بهذين المعنيين، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كل الفرق يعني التي تنتسب إلى الإسلام كلها تقر بهذين المعنيين. لكن النزاع بين مذهب السلف رضوان الله عليهم ومذاهب الفرق الأخرى هو في النوع الثالث من أنواع العلو، وهو علو الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. فهذا الذي ينكره الفرق المخالفة لمذهب السلف. ومر بنا في الدرس الماضي أن أدلة إثبات العلو في الكتاب والسنة يعني أكثر من 1000 دليل من الآيات والأحاديث، وهذه الأدلة يعني مندرجة تحت أنواع، يعني منها نوع مثلا مر بنا النوع اللي هو حديث رفع اليدين في الدعاء، أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، فهذه وحدها 100 دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الله رفع يديه، ورفع البصر ورفع الأصبع، الآيات والأحاديث التي فيها أن الله في السماء، والآيات والأحاديث التي فيها إثبات الفوقية لله تعالى، إلى غير ذلك، كل نوع تحته عشرات الأدلة التي تندرج تحته. بعد ذلك المؤلف نقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم، بعد أن نقل الأدلة نقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبين أن كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرون بهذا النوع من العلو ويثبتونه لله سبحانه وتعالى. فنقرأ مختارات يعني مما ذكره. قال: ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: روى ابن أبي شيبة بسنده قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وللبخاري في تاريخه عنه، البخاري في كتاب التاريخ روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. طيب، هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن الله تعالى في السماء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى ابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت برذونا، لو ركبت برذونا، وهو نوع من الايه، قالوا الوعر من ال... قالوا الخيل غير العربيه، يعني الخيل غير العربيه، فركب برذونا، قالوا: لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه:
ألا أراكم ها هنا إنما الأمر منها هنا فأشار بيده إلى السماء. قال إنما الأمر منها هنا وأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي إسناده كالشمس، يعني إسناده في غاية الصحة يعني كالشمس لا. قال وروى الزهري عن سالم أن كعبا هو كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري رحمه الله، وهو كعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، وهو من علماء التابعين، أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. وكان كعب يتلو أشياء من التوراة، يعني كان عالم بالتوراة، فكأنه ينقل نصا من التوراة التي بأيديهم يعني. فقال ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر إلا من حاسب نفسه. قال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال كعب إلا من حاسب نفسه. يعني هي هكذا في التوراة عندهم، يعني هو ينقل من التوراة. سبحان الله، عمر رضي الله عنه كان محدثا ونزل يعني موافقات عمر نحو 20 آية فيها موافقة لعمر رضي الله عنه، ذكرها السيوطي كذا، فيكون الكلمة وتنزل الآية على وفق كلمته رضي الله عنه. حتى في التوراة يعني هنا وافق ولا يعلم ما في التوراة، فكعب يقرأ من التوراة ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر إلا من حاسب نفسه. كعب قال له هي في التوراة بقية الآية هكذا، إلا من حاسب نفسه. فقال كعب إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا، سجد لله تعالى، يعني خاف من الأول ويل لسلطان الأرض، خاف إيه من هذا الوعيد له، يعني هو سلطان الأرض هو عمر رضي الله عنه، فهو خاف يعني من هذا الوعيد. فلما قال إلا من حاسب نفسه قال له هي كذلك في التوراة إلا من حاسب نفسه، فحمد الله لأنه يحاسب نفسه رضي الله عنه. السجود للسببين، يعني لأنه يعني فيه سلامته إن شاء الله لأنه يحاسب نفسه، والثاني أنه وافق إيه؟ وافق ما في التوراة يعني. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه. ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، والديان الذي يحاسب الناس ويجازيهم يعني بمعنى القاضي أو الحاكم. نعم. فقال ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة، إلى آخر الإيه الأثر. فالشاهد يعني قوله من ديان السماء، فأثبت إيه علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. وعن أبي يزيد المدني قال لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي لفظ آخر أن عمر رضي الله عنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز، يعني أخرت الناس وقفت تستمع لهذه المرأة وعطلت الناس. فقال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، هي نفسها خولة من ثعلبة التي مر ذكرها، التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهي كانت خولة رضي الله عنه. ورد في بعض الألفاظ يعني هذه القصة أنها لما استوقفت عمر رضي الله عنه قالت يعني كنت عميرا فدعيت عمرا ثم دعيت أميرا المؤمنين، كانت تعزف يعني رضي الله عنه، فوقف يستمع لها رضي الله عنه وقال التي استمع الله لها من فوق سبع سماوات. قال الحافظ بن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر، وهذا الأثر رواه عثمان بن سعيد الدارمي. قال ومن وجوه يعني له طرق يعني وأسانيد. قال ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه
قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. قال ابن عبد البر في الاستيعاب رويناه من وجوه صحيح. فهذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شهد أن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام. طيب، وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه وذكر أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، ثم ذكر هكذا بين كل سماء والتي تليها والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 7 سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار. أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الإنسان مرات يريد أمرا من إمارة أو تجارة حتى إذا صار مقدورا له الله سبحانه وتعالى يقول اصرفوه عنه، لأنه هي ربما يكون سببا في وقوعه في شيء من الحرام وسببا في عذابه. فالشاهد هنا من كلام ابن مسعود قال نظر الله إليه من فوق 7 سماوات في إثبات الفوقية. وذكر أيضا أثرا آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال البحر المسجور يجري تحت العرش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينزل الله تعالى في ظل أو في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن أم سلمة رضي الله عنها في أم المؤمنين في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تقول الكيف غير معقول، يعني لا نعقل الكيفية، الكيفية لا نعلم كيف استوى الله تعالى على العرش. والاستواء غير مجهول، لكن الاستواء معلوم، يعني نعلم معنى الاستواء، يعني لا نقول كما يقول من يفوضون الصفة، يعني يقولون نمر على صفة الاستواء كأنها طلاسم أو كأنها كلام أعجمي لا نفهم منها شيئاً، لا، تقول الاستواء غير مجهول، نفهم معنى الاستواء كما هو في لغة العرب، الاستواء معناه العلو والصعود والارتفاع واستقر على العرش، فنفهم هذه المعاني ونقر بها. والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال الذهبي هذا القول محفوظ عن جماعة، يعني من أول من قال هذه العبارة؟ فقال قالها جماعة كربيعة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن يقال له ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله أحد علماء التابعين يقال له ربيعة الرأي من فقهاء المدينة وهو من شيوخ الإمام مالك، فحفظ عنه هذا القول. وما قال ومالك الإمام، الإمام مالك أيضا حفظ عنه هذا القول السواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه، فهذا حفظ أيضا عن الإمام مالك وأبي جعفر الترمذي. فأما عن أم سلمة فلا يصح، لكن إسناد هذه الرواية أنها من كلام أم سلمة رضي الله عنها فروي عنها، لكن الذهبي يقول لا يصح. نعم. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن ثم قالت علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، يعني عثمان رضي الله عنه. وعن أسماء بنت عميس أن جعفرا رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي. هذا الأثر عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر في ذلك الوقت،
بعد ذلك تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن في هذا الوقت في الحبشة كانت زوجة لجعفر رضي الله عنه حتى استشهد في غزوة مؤتة. فعن أسماء بنت عميس أن جعفرا رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت قال جعفر: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، أو فسفته الريح، يعني الريح طيرت هذا الدقيق وبعثرته. شاب قوي واغتر بقوته ومر على امرأة تحمل دقيقا فوق رأسها، فقلب الدقيق والريح بعثره وأضاعه. فقالت المرأة: قالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. تعني الله سبحانه وتعالى المرأة في الحبش. فبكى جعفر رضي الله عنه من مقالته، قال رواه ابن ماجه وغيره. فهنا جعفر رضي الله عنه يعني أقر كلامها وحكاه لزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاه. قالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. هذا فيه أيضا إثبات جلوس الله سبحانه وتعالى على العرش، والجلوس من معاني الاستواء، كان يأخذ به الإمام أحمد ووكيع وآخرون يقرون يعني أن الله سبحانه وتعالى يجلس على عرشه سبحانه وتعالى، ويفسرون الاستواء بهذا. مروي عن مجاهد أيضا رحمه الله. قال وذكر أثرا عن أبي أمامة وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس رضي الله عنه إلى آخر ما أورد. فإذا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي آخر الصفحة التي بعدها قال وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر وفيما ذكرناه كفاية. إذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم نصوا على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أو أنه فوق السماء، أو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وأثبتوا ذلك. ثم ذكر أقوال التابعين ومن بعدهم. بالنسبة لأقوال التابعين قال نقل عن كعب الأحبار رضي الله عنهم من التابعين قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي: رواته ثقات. هذا كعب الأحبار يحدث عما في التوراة، أن الله عز وجل فوق جميع خلقه، وأنه سبحانه وتعالى على عرش. نعم. بالنسبة للفرق بين الكرسي والعرش، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني ولله تعالى المثل الأعلى يعني. ولكن أيضا في بعض النصوص والآثار ربما أتى الكرسي بمعنى العرش، يعني ربما أتى الكرسي بمعنى العرش في بعض الأحاديث والآثار. لكن في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى بين يدي العرش كالمرقاة إليه، ولله تعالى المثل الأعلى. المرقاة اللي الدرجة يعني، نعم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال وعنه رحمه الله كعب الأحبار أيضا قال: إن الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض إلى قوله: ثم رفع العرش فاستوى عليه. وعن مسروق رحمه الله تعالى من علماء التابعين أيضا، مسروق رحمه الله تعالى، أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الذهبي: إسناده صحيح. هذا التابع الجليل مسروق رحمه الله تعالى كان إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة يقول المبرأة من فوق سبع سماوات، التي برأها الله من فوق سبع سماوات، فيقر بإثبات العلو. وعن عطاء بن يسار أورد أثنى عن عطاء بن يسار وعن عبيد بن عمير وعن شريح القاضي
عن شريح رحمه الله أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. قال إسناده صحيح. وعن أبي قلابة أيضا التابعي رحمه الله أيضا عنه: أهبط الله تعالى آدم، قال: يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. قال الذهبي: هو ثابت عن أبي قلابة رحمه الله. نعم، أكثر هذه الأثار المؤلف ينقلها من كتاب العلوم للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ الذهبي له كتاب مهم في هذا الباب اسمه كتاب العلوم للعلي الغفار أو سبحانه وتعالى، فذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين في العلوم، وذكر أحاديث وأثارا عن الصحابة والتابعين. الشيخ الألباني رحمه الله له تحقيق لهذا الكتاب، تتبع فيها أسانيدها وحكم عليها. نعم، وهنا المؤلف اختار يعني منه ومن غيره يعني. نعم. شيخ، الرواية اللي ذكرت عن كعب الأحبار، هل يصح الاستشهاد بالتوراة؟ نعم، بالنسبة لما في التوراة، إذا يعني في كتب أهل الكتاب ما كان منها يوافق ما في كتابنا فيجوز إيه حكايته، ما كان منها موافقا لما في كتبنا فنعلم أن هذا من الحق الذي لم يحرفوه، طالما أنه يوافق ما في كتبنا. وما كان في كتبهم يعارض ما في القرآن الكريم أو يعارض ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أنه من الكذب ومن التحريف. يعني إذا كان في القرآن أو في السنة ما يدل على أن ما في كتبهم كذب وتحريف، كنسبة الولد لله تعالى وكنسبة الفواحش والمنكرات للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا نعلم أنه مما حرفه. لكن ما كان في التوراة يوافق ما في القرآن الكريم ويوافق ما في كتبنا فهذا لا بأس برواياته وحكايته. ما كان في كتبهم ليس في كتبنا ما يدل على صدقه ولا كذبه، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهو هذا القسم الذي ليس عندنا ما يدل على صدقه ولا كذبه، فلا يجوز التحديث به من غير جزم بصدقه ولا جزم بتكذيبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يعني حتى لا يكون إيه كذب تصدقونه أو حق تكذبون به، يعني لا تصدقوه ولا تكذبوا، لأنه قد يكون حقا فتكذبون به وقد يكون باطلا فتصدقون به، فلذلك إيه؟ لا تصدقوا ولا تكذبوا إذا لم يكن عندنا ما يدل على صدقه أو كذبه. مثل تفاصيل القصص التي في القرآن الكريم، مرات يأتي في كتبهم بعض تفاصيل القصص التي في القرآن الكريم، أسماء إخوة يوسف عليه السلام وأسماء الكواكب التي رآها يوسف في الرؤيا وأسماء كذا وأسماء كذا، بعض البقرة التي ضرب بها القتيل، هل هو كان زيلها ولا كان كذا أو كذا. فمثل هذه التفاصيل يعني يجوز التحديث بها من غير تصديق ولا تكذيب. لكن القصد هنا أن هذا الأثر: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، هذه كلها في كتبنا ما يصدقها، فلا مانع يعني من الاستئناس بها، يعني لا نعتمد عليها منفردة ولكن يعني يستأنس بها. من أقوال التابعين أيضا ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي التابعي، قال أيضا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وذكر أيوب السختياني رحمه الله المعتزلة وقال: إنما مدار القوم، في صفحة 90 عندنا، قال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. يعني المعتزلة نفيهم للعلو
ونفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى تؤدي بهم إلى أن يقولوا إنه ليس في السماء شيء. قال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى. من هذا إسناد صحيح ثابت بشهادة الحافظ الذهبي عن الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى. قال: وقرأ ابن محيصن رحمه الله: وفي السماء رازقكم وما توعدون. في السماء رازقكم وما توعدون، هكذا قراءة ابن محيصن رحمه الله تعالى. وهذه قراءة قرآنية عن هذا الإمام التابعي رحمه الله، ومن التابعين. وفي السماء رازقكم، فهذه من أدلة إثبات العلو. القراءات القرآنية أيضا فيها في بعض القراءات فيها إثبات بعض أدلة الصفات التي لا توجد في قراءات. طبعا في القراءات العشر المتواترة: وفي السماء رزقكم، لكن في قراءة ابن محيصن: وفي السماء رازقكم سبحانه وتعالى. وعن الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية: قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. قال: أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البري بإسناد جيد. إسناد جيد يعني أعلى من الحسن ودون الصحيح. وعن سليمان التيمي رحمه الله قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. نعم. وعن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري، وهذا كان أميرا في عهد بني أمية، كان أميرا على مكة في بعض الأوقات يعني. قال: وخطبهم بواسط، كان من أمراء بني أمية يعني. قال: وخطبهم بواسط، اسم بلد في العراق، فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، لم يكلم سبحانه وتعالى موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. هذا الجعد بن درهم كان من أئمة الجهمية ممن ينكرون الصفات، فضحى به يوم العيد يعني. قال الذهبي: والمعتزلة تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك، وزعموا أن الرب منزه عن ذلك، يزعمون أن الله تعالى منزه عن أن يتخذ إبراهيم خليلا ومنزه عن التكليف. ثم ذكر طبقة أخرى، فذكر منهم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أن امرأة من ترمذ جاءت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، يعني كأن الكوفة كان فيها 10,000 شخص أو أكثر. فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتيه. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ ولذلك المرأة هذه كانت جلست إلى جهم، جهم بن صفوان ورأس الجهمية، فأخذت عنه يعني بعض الانحراف والباطل، فتسأل الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة قال: فسكت عنها ومكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أهمية الموضوع أنه يحتاج إلى أن يؤلف فيه كتابا، فترك يعني بعد 7 أيام خرج وقد كتب كتابا فيه: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. قال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي. ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، قال: إن الله عز وجل في السماء
دون الأرض. فهذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قال قلت وإنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفي الحلول، يعني أن الله تعالى لا يحل في مخلوقاته، ولا وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عن خلقه لا يحل في شيء من مخلوقاته، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية. يعني وجه المثال الذي ضربه الإمام أبو حنيفة أن الرجل يكتب إلى الرجل إني معك وأنا غائب عنك، ماذا يقصد بإيه بهذا المثل؟ لا يقصد أن الله تعالى غائب عن خلقه، وإنما يقصد أن الله تعالى غير حال في خلقه، غير حال في مخلوقاته، يعني هذا القصد. لكن الله سبحانه وتعالى يعني لا يغيب عنه أي شيء. وذكر بعد ذلك أثرا أيضا عن أبي مطيع قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. قال فقلت أبو مطيع يسأل أبا حنيفة إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال هذا الرجل يعني ولا يمكن أن الله استوى على العرش، لكن يمكن أن العرش إيه فوق السماء، يعني فيقول لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق، كتاب الفاروق لشيخ الإسلام اللي هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، له كتاب اسمه الفاروق، وروى في هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله. وروى المقدسي عنه عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. طيب هذا من كلام إيه؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا جئنا إلى الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من أقران أبي حنيفة وسفيان ومالك والليث، هذه الطبقة من طبقة أتباع التابعين رحمه الله تعالى، وكان إماما متبوعا، كان له مذهب ظل إلى القرن الخامس الهجري، يعني حتى في كان له أتباع في الأندلس وأتباع في الشام، كالمذاهب الأربعة المتبوعة. فالإمام الأوزاعي رحمه الله قال كنا والتابعون متوافرون، هذا رواه الحاكم عن الأوزاعي، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات أيضا. وعن مقاتل بن حيان رحمه الله في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على عرشه وعلمه معهم، رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. كيف جاء من يقول تقولت وعلمه معهم يعني أنك تعود نعم، هو طبعا سأتينا موضوع المعية يعني له كلام بعد قليل إن شاء الله، لكن منه يعني جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، قال له يعني الآية يفسر بعضها بعضا، قال اقرأ قبلها أول الآية إيه؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، بعدين آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. فإذا الآية أولها العلم وآخرها العلم، إذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه يعني يعلم أحواله، ليس أنه معهم بذاته سبحانه وتعالى يعني حل في مخلوقاته أو كذا، وإنما معهم بعلمه، فبعلمه هذا تأويل. يعني أخونا الكريم يسأل يعني يقول البعض يقول هذا تأويل أنتم تؤولون الآية، فهنا نجيب بجوابين، يعني عندنا جوابان يمكن أن نجيب بأحد هذين الجوابين. الجواب الأول أن نقول إن التأويل
هو صرف اللفظ عما يتبادر الى الذهن منه الى معنى محتمل مرجوح بعيد. فنقول هذا ليس تاويلا، لان التاويل هو صرف اللفظ عما يتبادر منه، وهنا المتبادر من اللفظ واللفظ الذي يتبادر منه انما يكون من خلال السياق. يعني مرات اللفظ الواحد يكون له اكثر من معنى بحسب السياقات التي يرد فيها. فهنا في سياق يعني قبله الكلام عن العلم، وبعده الكلام عن علم الله تعالى، وبعده الكلام عن علم الله تعالى. إذن صفة المعية محصورة بين العلم في أولها والعلم في آخرها. حتى أيضا آية سورة الحج، سورة الحديد، آية سورة الحديد اللي هي إيه؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. برضو يبقى معية البصر، يعني تشوف تلاقي سياق الآية يعني يراكم ويبصركم، وهو معكم يعني ببصره. لذلك فتفسيره يعني وهو معكم ببصره، أو معكم بعلمه، أو معكم بسمعه. تجد هذا إيه؟ سياق الآية يدل عليه، يعني ما جبناش حاجة من رأسنا ولا من خارج الآية، هي نفس الآية اللي فيها المعية ستجد فيها إيه؟ ما يفيد أن المقصود بالمعية هنا العلم أو السمع والبصر، يعني معهم بعلمه أو بسمعه أو ببصره. فهذا الجواب الأول، أن نقول هذا ليس تأويلا، لأن التأويل هو أن نصرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ الذي يدل عليه سياقه أن المعية هنا معية علم وسمع وبصر. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يعني نقول على فرض، يعني لو سلمنا جدلا أن هذا تأويل، يعني دائما بيكون عندنا جواب اللي هو يسموه على فرض المنع وعلى فرض التسليم. يعني إذا خصمك يقول لك أنت أولت عندما قلت وهو معكم يعني بعلمه أو بسمعه أو بصره، فيقول لك أنت أولت. فالجواب الأول هو على فرض المنع، تقول له لا أنا ما أولت، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو ظاهر اللفظ، وأنا لم أصرفه عن ظاهره. ظاهر اللفظ يدل على أن المقصود بالمعية هنا العلم، معهم بعلمه أو بسمعه أو بصره. هذا الجواب الأول هو على فرض المنع، لأننا نمنع لا نسلم له بما يقول أنت أول، نقول له لا لم نؤول. الجواب الثاني هو على فرض التسليم، يعني في المجادلة يحصل أنك تجيب دائما بالطريقة، تقول له سلمنا جدلا أنه إيه تأويل، قلنا سلمنا أننا أولنا، فهذا تأويل صحيح قد استوفى إيه شروطه. لو يعني سلمنا جدلا وسميناه تأويلا، هو تأويل قد استوفى شروطه، وليس كتأويلك لأنه يريد يقول لك أنت أولك خلاص إيه نفتح الباب، يقول لك استوى يعني استولى، ويحبهم يعني ينعم عليهم ويكرمهم نعم، ويفتح باب التأويل. فيقول لا، هذا لو سلمنا أنه تأويل فهو تأويل صحيح قد استوفى شروطه، لأن شرط التأويل الصحيح أنه يعني أن يدل دليل، أن يقتضي دليل صرف اللفظ عن ظاهره، وأن يثبت أن اللفظ مستعمل لغة في المعنيين، يعني أن يثبت أن اللفظ مستعمل لغة في المعنيين، وأن يقوم دليل على صرفه عن المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر، وأن يسلم هذا الدليل من معارضه. يعني عندنا ثلاث شروط: أول شيء أن نثبت أن اللفظ استعمل لغة في المعنيين، وثانيا أن يوجد دليل يقتضي صرفه عن المعنى المتبادر إلى المعنى البعيد. يعني يكون في معنى قريب هو الذي يتبادر إلى الذهن، ومعنى بعيد، فيوجد دليل يقتضي صرفه عن المعنى القريب إلى البعيد. والشرط الثالث أن يسلم هذا الدليل من معارض يقتضي إبقاءه على المعنى الظاهر اللي هو القريب. فتجد هنا شروط التأويل الصحيح قد توفرت كلها في هذا لو سميناه تأويل. يعني لو سميناه تأويل، لو يعني سلمنا جدلا أن ظاهر اللفظ معي أن الله تعالى مع الناس بالذات حل في المخلوقات، لو سلمنا أن هذا هو الذي يتبادر من الذهن، إذا صرفناه إلى معنى بعيد، يعني هو طبعا على افتراض أن هذا تأويل، فيكون المعنى البعيد الذي صرفنا إليه اللفظ أنه معهم بسمعه وبصره وعلمه. طيب هل هذا المعنى مستعمل في اللغة؟ نعم، تجد في لغة العرب إن عندك واو المعية، واو المعية يكون مثلا سبت والقمر، سبت والمعية، يعني تأتي بهذا المعنى، تأتي بهذا المعنى، ليس شرط المعية
ليس شرط الايه المعيه يعني حلول شيء في شيء او ملاصقته له وملامسته له، يعني الذي يقول سبت والشمس سبت والقمر زي ما مر بنا يكتب الرجل للرجل اني معك وهو في بلد اخر. فاذا لفظ المعيه يحتمل هذا الايه المعنى اللي هو معيه السمع والعلم وال فهذا المعنى يحتمله اللفظ، اللفظ يحتمله لغه نستطيع ان ناتي له بشواهد من اللغه تدل على استعمال المعيه في هذا المعنى. ثانيا وجد دليل يقتضي صرفه عن المعنى اللي هو معنى الحلول وكذا، وجد دليل يقتضي صرفه عنه الى المعنى الثاني معية العلم، وهذا الدليل اللي هو نصوص الاستواء وان الله في السماء وفوق عرشه، وهذه كلها تنفي المعنى اللي هو المعنى الذي لا يليق اللي هو حلول الله تعالى في مخلوقاته او ان الله تعالى بذاته في الارض. هذا المعنى يوجد ما يصرف اللفظ عنه وهو نصوص الفوقية والاستواء على العرش. ثم هذه النصوص تسلم من معارض، لا يوجد معارض يقتضي يعني ابقاء اللفظ على المعنى يعني الباطل او الذي لا يصح فهم اللفظ عليه الى اخره. فالخلاصه يعني اننا لو سلمنا جدلا انه تاويل هو تاويل صحيح قد استوفى شروطه، بخلاف بقيه التاويلات التي يقع فيها الاشاعره والمعتزله فانها لا تستوفي هذه الشروط، تجد اللفظ لا يستعمل في المعنيين، يعني يقول استوى يعني استولى، يقول اللفظ لا يستعمل لغه بمعنى استولى، ويوجد دليل يقتضي لا يوجد دليل يقتضي صرف اللفظ عن معنى الاستيلاء ومعنى العلو والصعود والارتفاع، لا يوجد ما يقتضي صرفه عن هذا المعنى، بل يوجد ما يعني يقتضي ابقاءه على هذا المعنى. نرجع مرة أخرى، كنا نتكلم عن أقوال التابعين وأتباع التابعين. نقل أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الاستواء، قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نقل كلمة الإمام مالك رحمه الله. ونقل عن حماد بن زيد قال إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية. ونقل عن محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي، وهذا من معاصر الإمام مالك ومن علماء المدينة في عهد الإمام مالك رحمه الله، قال كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوقه، الباطن لإحاطته بخلقه فليس شيء دونه، الدائم الذي لا يبيد إلى آخر إيه يعني كلامي، وقال في آخر كلامه ثم استوى على العرش. قال طبقة أخرى، نقل كلام بعض علماء الطبقة التي بعدها منهم جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. تجد يعني إذن إيه طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين والطبقة التي بعدهم كلهم إيه يستنكرون قول من يقول ليس في السماء إله، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى في السماء. طيب عبد الله بن المبارك رحمه الله قال صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه، قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. فقيل هذا لأحمد بن حنبل قال هكذا هو عندنا، هكذا عقيدتنا أيضا أن الله تعالى في السماء السابعة على عرشه لا نقول إنه في الأرض. وعنه اللي هو عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، قال لا تخف ادعو عليهم وأنت مطمئن، يعني يستحقون أن يدعى عليهم لأنهم
ابتدعوا في الدين وحرفوا الدين وأضلوا الناس. قال رواه عبد الله بن أحمد. ونقل أثرا أيضا عن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث أين الله؟ قال في السماء. ونقل آثارا منها يعني في آخر صفحة 93 في النسخة التي معنا. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل، اللي هو إسرائيل بن يونس السبيعي الهمداني رحمه الله، فقال حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع. هذا الإمام أحمد يروي عن شيخه وكيع يعني، فقال وكيع حدثنا عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثورية يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. قل شيوخنا وإمتنا كانوا يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وقال مرة نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي وعن خليل بن أحمد رحمه الله من أئمة اللغة قال ثم استوى إلى السماء قال ارتفع، وقال الفراء صعدا. ثم نقل أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله. إحنا نكمل يعني الأئمة الأربعة، مر بنا كلام عن أبي حنيفة وعن مالك وعن أحمد، إنه ينقل عن الشافعي وينقل أيضا عن أحمد نصوصا أخرى. قال روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وذكر عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا من تلاميذ الإمام مالك ومن أصحابه، قال عبد الله بن مسلمة القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني كما تفهمها العامة، عامة المسلمين كيف يفهمون الرحمن على العرش استوى؟ يفهمون من العلو والفوقية، فمن لم يقر بمعناها على هذا المعنى فهو جهمي. الجهمية يتفلسفون ويؤولون اللفظ استوى يعني استولى، ويحرفونه عن المعنى الذي يقر في قلوب عامة المسلمين. وذكر أيضا عن بشر الحافي رحمه الله العابد الزاهد من معاصر الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الكبار، قال والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء. وذكر أيضا من دعاء بشر الحافي اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى. يعني هذا إيه دعاء يعني كان يدعو به، الشاهد منه أنه يقول إنك تعلم فوق عرشك. فهذا بشر الحافي رحمه الله كان يقر بعلو الله تعالى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من أئمة السنة قال في أحاديث الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا، وحديث أين كان ربنا قال فقال هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا نفسره. فنقول إن نمره كما جاء يعني نفهم المعنى الظاهر منها ولا نخوض في كيفيتها.
يعني عندنا التفويض نوعاً، في تفويض المعنى هذا باطل مذموم، اللي هو اعتقاد أن حديث الصفات وآيات الصفات أنها يعني كأنها كلام أعجمي ونمر عليها مثل ما نمر على كاف هي عين صاد، ونمر عليها مثل ما نمر على كلام أعجمي بلغة لا نحسنها فنمر عليها لا نفهم منها شيئاً، فهذا تفويض باطل لا يصح. ومن نسبه إلى السلف فقد كذب عليهم، السلف كانوا يفسرون معنى الصفة، وقال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم مفسره كما مروا فسروا الصفة، فنفهم المعنى. لكن التفويض المحمود هو تفويض الكيفية، هو كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك ربنا سبحانه وتعالى، لا نعلم الكيفية. هنا نفوض هذه الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، نعلم حقيقة الصفة وكيفيتها، لكن المعنى نفهمه كما يفهم من لغة العرب، مع اعتقادي أن صفة الله سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان سبحانه وتعالى. قال نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقيل له ما معنى وهو معكم؟ قال علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، بلا حد ولا صفة. موضوع الحد، موضوع الحد يعني هذه المسألة نجد فيها كلاما بعض علماء السنة، يعني مثل عبد الله بن المبارك رحمه الله قال إن الله تعالى استوى على عرشه، قيل بحد قال إي والله بحد. وبعض الأئمة مثلا قالوا إن الله استوى على عرشه بلا حد، فقالوا معنى الحد يعني له استعمالان، يعني الذين قالوا إن الله تعالى استوى على عرشه بحد يعني منفصل عن خلقه ليس حالا في المخلوقات، هذا الحد اللي هو بمعنى أنه ليس حالا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهذا القصد الحد يعني أنه بائن من خلقه منفصل عنهم، يعني ليس ممتزجا بهم ولا مختلطا بهم، بل هو سبحانه وتعالى يعني منفصل عن خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط بهم سبحانه وتعالى. والذين قالوا بلا حد يعني لا نكيف ذلك، يعني لا نضع له حدودا ولا نكيف ذلك بعقولنا او ندرك له كيفيته، فهذا قصد من نفى الحد يعني. ثم ذكر عن الامام الطبقه الاخرى، فنقل عن الامام المزني تلميذ الشافعي، ونقل عن محمد بن يحيى الذهلي، وعن الامام البخاري رحمه الله، الامام البخاري في صحيحه قال باب قوله قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع، وقال مجاهد في استوى على العرش، وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا في صحيح البخاري. ثم ذكر طبقة أخرى، يعني نترككم إن شاء الله تقرؤون تقرأين هذا، يعني أخذ يتتبع طبقات العلماء طبقة طبقة، وفي كل طبقة ينقل عن كبار أئمة هذه الطبقة من العلماء أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع. نعم. بالنسبة للحد. نعم. يعني نقول أن الحد نثبته وننفيه. يعني الله عز وجل غير ملتمس بالعرش. نعم. يعني الله يعني مسألة المماسة أو العرش هو من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني سبحانه وتعالى. نعم، هناك بعض الأشياء ورد أن الله تعالى مسها بيده سبحانه وتعالى، كخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، فهذا نثبته لله تعالى كما ورد في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب ننتقل إلى
الأبيات بعدها في الصفحة 104 قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فيقول ومع ذا، يعني ومع هذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم، قال الواو للإشباع، بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نلاحظ هنا في هذه الآيات أن الله تعالى أثبت الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم بعدها يقول يعلم السر وأخفى، يعني كونه مستويا على عرشه لا يعارض كونه سبحانه وتعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعني السر الذي يتكلم به الإنسان بصوت خفيف، وما هو أخفى من السر يعني ما لم يتكلم به أصلا، ما يغمره في قلبه ونفسه ولم يتكلم به، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وجمع بينهما في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهنا معنى الباطن يعني ليس دونه شيء، يعني يعلم ما يخفيه عباده ويسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى. والظاهر في إثبات العلو والفوقية. ثم ذكر بعض الآيات في هذا، ثم قال: مهيمن يعني رقيب عليهم بواو الإشباع، وذكره تبارك وتعالى، إذا مهيمن عليهم يعني رقيب عليهم، المهيمن أي الرقيب سبحانه وتعالى، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني هذه الأبيات يتكلم فيها عن صفة القرب وصفة المعية، أن الله تعالى قريب من عباده وهو معهم، ويبين أنه لا تعارض بين قرب الله ومعيته سبحانه وتعالى من جهة، وبين علوه واستوائه على عرشه وفوقيته سبحانه وتعالى. فذكره سبحانه وتعالى للقرب في قوله فإني قريب، وقوله إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك ذكره المعية، ثم ذكر أن معية الله سبحانه وتعالى قسمان أو نوعان: معية عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وعاصيهم، ومعية خاصة بالمؤمنين. قال: وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية العامة. وهناك معية خاصة، هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، وهذه خاصة بالمؤمنين والمتقين والصالحين. ذكر المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من أنه تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فنصوص المعية والقرب لا تتنافى
مع نصوص العلو والفرقية والاستواء. فإذا المعية نوعاً، معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، هذه يقال لها المعية العامة وهي لجميع الخلق، والمعية الخاصة معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال والفوقية عطف على العلو وهو رديفه في المعنى، يعني لم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباد، يعني نصوص القرب ونصوص المعية لا تنافي نصوص الفوقية، مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباد. ويقول هنا في الأبيات قال لم ينفي للعلو والفوقية، يقول الفوقية مرادفة للعلو، يعني هي أحد معاني العلو وأقسامه أو هي مرادفة له. ولم ينفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، بل كل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، أنواع العلو كلها ثابتة لله تعالى في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر ليلة، في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء سبحانه وتعالى. إن وردت أحاديث النزول أيضا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وينزل عشية عرفة فيباهي ملائكته بالحجاج. قال وغير ذلك، ويأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. يعني الإشكال الذي يحصل في يعني في أذهان الفرق التي نفت نزول الله تعالى أو نفت فوقيته، أنهم يعني دائما التأويل، قالوا التأويل هو فرع عن تشبيه حصل في الأذهان، يعني المؤول أو المعطل الذي عطل الصفة أو نفاها أو أولها، يعني ما حمله على هذا إلا أنه وقع في ذهنه أنه لو أثبت صفة الله تعالى كما ذكر في كتابه أنه يحصل من ذلك التشبيه، فحصل التشبيه في ذهنه فأراد أن يفر عنه فوقع في التعطيل أو التأويل، لكن لو أنه سلم ذهنه من التشبيه في أول الأمر، يعني وآمن أن الله تعالى ينزل كيف شاء ليس كنزول المخلوق، المخلوق لا يمكن أن يعني ينزل ويكون عاليا في نفس الوقت، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، هناك أشياء تمتنع في حق المخلوق، المخلوق لا يعني له يعني نظام يحكمه في الزمان والمكان وقيود تحد الإنسان من جهة الزمان والمكان، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، فكل قوانين الزمان والمكان التي تحكم المخلوق فإنها لا تحد صفة الله سبحانه وتعالى ولا تحكم صفة الله سبحانه وتعالى. فالإشكال الذي دائما يعني يثيره البعض في أحاديث النزول، يقولون كيف ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وهو مستوى على عرش، كيف ينزل وهو مستوى على عرش، هذا يتعارض مع قوانين المكان مثلا التي عند البشر، وكيف في الثلث الأخير من الليل وكل بلد لها ثلث أخير من الليل غير الثلث الأخير من الليل في البلد الأخرى، هذا يتعارض مع قوانين الزمان التي تحد البشر وتحكمه. وإذا أصل هذا السؤال أنه سؤال يعني فيه غلط، أن السائل يريد أن يعني استشكل كيف أن يكون الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات التي لا يمكن أن يتصف بها الإنسان، فوقع في قلبه أن نزول الله كنزول الإنسان وأن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فلذلك حدث الإشكال. لكن إذا
سلم ذهنه من هذا وآمن أن الله سبحانه وتعالى يعني هو خالق الزمان وخالق المكان وهذه النظم والقوانين التي تحكم المخلوق فإنها لا يحكم بها على صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى ويقر بذلك ويثبته من غير كيفية، والسؤال هذا خوض في الكيفية، فيثبت الصفة لله تعالى على ما يليق بكماله، وكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. مسألة يعني إذا نزل الله سبحانه وتعالى هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، أو نتوقف في هذه المسألة، يعني في الحقيقة يوجد بعض أهل السنة قالوا إذا نزل الله تعالى يخلو منه العرش، وبعضهم قالوا إذا نزل يعني إلى السماء الدنيا، وبعضهم قال نتوقف في هذه المسألة لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نسكت عنها. لكن أكثر كلام أئمة السنة يقولون نقول إن الله تعالى مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، ولا نقول يخلو منه العرش، وإنما نقول هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وهو ينزل إلى السماء الدنيا، ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لا نخوض في الكيفية، ولكن نثبت استواءه على العرش ونثبت نزوله، ويعني نفوض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما معي، ثم ذكر معيته العامة وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه، أو يقصر تعريفه دونه، يعني يقول معية الله الخاصة لا نستطيع أن المخلوق يعني أن يحيط بمعانيها، لكن مما تشتمله من المعاني أنها تشتمل على معية الله تعالى لعباده المؤمنين بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق وغير ذلك. قال وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. قال وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون جوارح للعبد أن يكون يدا ورجلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، إلى أن قال يعني فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع بالله وإن نظر نظر به، يعني تصبح جوارحه يعني ممتثلة لأمر الله، فلا يسمع إلا ما يحب الله منه أن يسمعه ولا يبصر إلا ما يحب الله أن يبصره. نفس الشيء يعني هناك هذا الحديث يعني من الحديث التي أيضا هي الأشاعرة وغيرهم يقولون لمن يسير على طريقة السلف أنتم تؤولون، أولتم هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فنفس الشيء نقول يعني إما أن نجيب على فرض الممع، نمنع، نقول هذا ليس تأويلا وإنما هذا هو ظاهر اللفظ والذي يتبادر منه، لا يمكن أن يتبادر منه
أن الله تعالى يصيح يعني يدا ورجلا للإنسان تعالى الله عز وجل. فهذا ليس ظاهرا أصلا يتبادر حتى نحتاج أن ننفيه، وإنما ظاهره أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد، حتى أنه في رواية للحديث قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني يمس بيده. فبي يعني يسمع بالله ويبصر بالله، يعني بما يحبه الله تعالى وبما يرضي الله تعالى. فنقول هذا هو المعنى الظاهر أصلاً، لم يكن للنص معنى صرفناه عنه إلى هذا المعنى، بل هذا هو معناه الذي تبادر منه. ثم الجواب الثاني هو على فرض التسليم، نقول حتى لو سلمنا جدلا أنه تأويل فهو تأويل صحيح قد استوفى شروطه، ليس مثل تأويلكم، لأنه دلت عندنا نصوص على فوقية الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، فوجب أن نؤوله حتى يوافق هذه النصوص ويكون بمعنى. كذلك مثلا أحاديث ابن آدم مرضت فلم تعدني، قل كيف أعودك وأنت رب العالمين، قل مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، الحديث القدسي. فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فتجد هنا الحديث يعني هو مفسر، نفس الحديث يعني فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا يعني يقولون أيضا أنتم تؤولون الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يقول مرضت وأنتم هي تؤولونه. فنقول لا، نحن ما أولنا شيئا، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، تأويله وصرفه عن المعنى المتبادل منه، وهذا هو المعنى المتبادل منه بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للحديث وشرحه له، قال إيه مرض عبدي فلان، فهذا هو معناه الذي يتبادر منه، ليس هناك معنى تبادر أن الله تعالى مرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يتبادر هذا المعنى أصلا حتى نحتاج إلى أن ننفيه، وإنما أخذناه على هذا المعنى. ثم نقول حتى لو سلمنا أنه تأويل فهو تأويل صحيح، لأنه دلت عليه النصوص ولا يعارضه شيء من النصوص. قال وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إلى آخر ما ذكره. طيب البيت الذي بعده قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كما قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا ينام، وقال تعالى وهو الحي، وقال سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو. قال فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، حياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوق، فحياة الله تعالى لم يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال وقيوم، فإن حياة الله تعالى حياة هي كاملة تامة، لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص، أيضا من كمال حياة الله سبحانه أنه لا يعتريها نقص، لا يدخلها نقص، لا سنة ولا لغوب ولا نوم، يعني لا تعب ولا نوم ولا غير ذلك مما يعني يعتري حياة المخلوق وينقصها. ثم حياة المخلوق هي مستمدة من إحياء الله تعالى له، يعني حياة المخلوق صفة عارضة للمخلوق طارئة عليه، المخلوق كان عدما وأوجده الله تعالى، يعني حياة المخلوق صفة عارضة له أعطاه الله تعالى إياه، أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي صفة ذات لله سبحانه وتعالى عز وجل.
قال وقيوم من أسماء الله سبحانه القيوم، قال فهو القيوم بنفسه القيم لغيره أو المقيم لغيره، يعني هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت. إذن معنى القيوم أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، يعني مستغن عن الخلق، لا يحتاج إلى خلقه في شيء، سبحانه وتعالى يخلق بنفسه ما يشاء ويفعل بنفسه ما يشاء، وهو مقيم لخلقه، يعني الخلق كلهم يحتاجون إليه، ولا يمكن أن تقوم أمور الخلق إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وبقيامه تعالى عليها، بمعنى تدبيره لها وتصريفه لها. قال وفي الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. فالقيم بمعنى القيوم، ومن معانيه أيضا يعني من الكلمات التي تدل على القيم أيضا والقيوم القيام، في بعض القراءات يعني الخارج عن العشرة الحي القيام أيضا، فالقيام هو القيوم وهو القيم والقائم على كل نفس سبحانه وتعالى. قال وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتاب، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه الموضع الثالث وعنت الوجوه للحي القيوم. قال وروى ابن مردوي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. لذلك كثير من أهل العلم قالوا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأن هذه السور الثلاث انفردت بهذا الاسم، يعني بحثوا عن الاسم الذي تتميز به هذه السور الثلاث ولا يوجد في غيرها، والاسم قد يكون مركبا من اسمين، يعني قد يكون الاسم مركبا من اسمين، فقالوا الحي القيوم هو الاسم الذي لا يوجد مجتمعا هكذا، بعض الصور فيها اسم الحي وحده، لكن هذه الصور الثلاثة يعني فيها الحي والقيوم مجتمعة لم تأتي إلا في هذه الصور الثلاثة، فقالوا إذن هي المرادة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أقوال أخرى في اسم الله تعالى الأعظم، لأنه ورد في بعض الحديث وفي ثلاث آيات، وذكر منها إنما إلهكم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فذكر منها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولذلك قالوا اسم الله الأعظم هو إيه لا إله إلا هو أو الله لا إله إلا هو، فهذا مما قيل أيضا في تفسير اسم الله الأعظم، لأنه هو الذي تكرر في الآيات الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة التوحيد. نعم. قال فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، النوم نقصان في الحياة، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، نقص في الحياة ونقص في القيومية النوم، يعني كيف ينام وهو المقيم للسماوات والأرض، من الذي يقيم المخلوقات لو نام الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والنوم نقص في الحياة، فلذلك أعقب الله سبحانه وتعالى اسم الحي القيوم بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، لأن النوم أقوى من السنة، فالسنة هي أوائل النوم، يعني أوائل النوم مثل أن يغفى
يغفي الإنسان إغفاءة فيقال أخذته سنة، يعني بداية النوم. فالله تعالى نفى السنة ونفى النعيم، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يعني قال القسط معنى الميزان أو العدل، يعني يخفض ما يشاء ويرفع ما يشاء، فيذل ويعز ويهدي ويضل بقدرته سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. قال: وجل أن يشبهه الأنام. قال: في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعود جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم الضال ما نفوا من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني يقول: الذين عطلوا صفة الله سبحانه وتعالى ونفوها، أو الذين أولوها وفسروها بتفسيرات يعني أخرى، أن الذين خالفوا طريقة السلف في صفات الله سبحانه وتعالى منهم من نفى جميع الصفات، بعضهم لا يثبت إلا أن الله تعالى موجود فقط صفة الوجود، وغير ذلك ينفي بقية صفات الله تعالى، وبعضهم كالأشاعرة يثبتون بعض الصفات كصفة العلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والكلام وكذا والإرادة، وينفون بقية صفات الله سبحانه وتعالى. فالصفات التي ينفونها يفسرونها بواحدة من التي يثبتون، يعني يأتون إلى الصفة التي ينفونها ويفسرونها بواحدة من الصفات التي يثبتونها، فيقال لهم: ما الفرق بين ما نفيتموه وما أثبتموه؟ كلها أثبتها الله تعالى لنفسه. إذا قلتم مثلا إن المحبة صفة المخلوق أو إن الغضب صفة المخلوق، نقول لكم أيضا أنتم أثبتتم السمع، أثبتتم العلم والقدرة والحياة، وهي كلها من صفات المخلوق. المخلوق يكون حيا ويكون قادرا ويكون سميعا وبصيرا. فإذا قالوا: لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق وعلمه ليس كعلم المخلوق، نقول لهم أيضا أهل السنة عندما أثبتوا لله تعالى المحبة والغضب واليد والوجه وغيره من الصفات، لم يقولوا إنها كيد المخلوق ولا كسمع المخلوق ولا كمحبة المخلوق، وإنما قالوا: محبة تليق بكماله وكل صفة هي تليق بكمال الله سبحانه ليست كصفة المخلوق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية يعني ذكر قاعدتين مهمتين، وهي قاعدة أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات، يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له ذات ليست كذوات المخلوقين، يعني كل الفرق تؤمن أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فكذلك صفة الله تعالى الصفة كلام عن فرع عن الكلام على الذات، فكل ذات تتصف بصفة تناسبها. حتى يعني المخلوقات، ولله تعالى المثل الأعلى، المخلوقات نفسها تتفاوت في صفاتها، يعني يد الإنسان ليست كيد النملة، ليست كيد الطائر، ليست كيد الفيل، ليست كيد، وكلها مخلوقات، ومع ذلك كل مخلوق له يد هي تناسبه. ولما اختلفت ذواتها اختلفت صفاتها، وسمع المخلوق سمع كل صنف من المخلوقات له سمع يختلف عن سمع الآخر، ويسمع ما لا يسمعه الصنف الآخر من المخلوقات
ورغم أنها والبصر كذلك وهكذا، رغم أنها جميعا مخلوقات، ومع ذلك كل مخلوق له صفة تناسب ذاته، مع أنها كلها مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ذات الله تعالى ليس كمثله شيء، فبالتالي كل صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون مثل صفة شيء من مخلوقات. ثم القاعدة الثانية أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، الصفات كلها باب واحد، لا نفرق بين شيء من صفات الله تعالى، الفرق التي تثبت بعض الصفات وتأتي في بعض الصفات فتنفيها، فكلها قاعدة واحدة وباب واحد، وما قالوه في الصفة التي أثبتوها نحاججهم بها في الصفة التي نفوها. نقول أنتم تثبتون أن الله سميع، والله تعالى وصف الإنسان بأنه سميع، قال فجعلناه سميعا بصير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصير، فهل سمع الإنسان وبصره كسمع الله وبصره؟ يقولون لا. فنقول لهم كذلك الصفة التي نفيتموها بزعم أنها تشبه صفة المخلوق نحن نثبتها ونقول إنها على ما يليق بكمال الله ليست كصفة المخلوق. ثم ذكر شيخ الإسلام يعني ذكر قاعدتين ومثلين، يعني هذه مهمة جدا تلخص لنا باب الصفات. ذكر مثلين ضربهما يعني مضروبين يعني في الكتاب والسنة اللي هما الجنة والروح. قال الجنة فيها ما لا عين رأت، في الحديث في صفة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب الجنة هذه مخلوق صحيح، وفيها أسماء كأسماء ما في الدنيا، يعني الجنة فيها أشجار وفيها قصور وفيها أنهار وفيها لبن وفيها عسل وفيها ماء وفيها أعناب ونخيل، لكن هل هذه الأشياء التي في الجنة اللي هي كما في الدنيا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا نخيل الجنة ليس كنخيل الدنيا، لكن نفهم معنى النخيل، يعني نفهم معنى النخيل، لكن نعلم أن هناك تفاوتا في الصفة بين نخيل الدنيا ونخيل الآخرة، وبين أعناب الدنيا وأعناب الآخرة، ورمان الدنيا ورمان الجنة، ولبن الدنيا ولبن الجنة إلى آخره. فالكيفية مختلفة، لكن نفهم المعنى وندرك يعني الصفة، ندرك معناها الذي يتبادر منها، أصل المعنى والقدر المشترك في المعنى نفهمه، لكن حقيقة الصفة وكيفيتها لا نعلمها. وكذلك الروح، الله تعالى قال عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فصفة الروح لها صفات ولها أحوال لا نستطيع أن ندركها، كما قال قل الروح من أمر ربي، فصفة الروح وما يتعلق بها من الصفات لا نعلم كيفيتها، رغم أنها مخلوق من هذه المخلوقات، ولكن لا نعلم كيفيتها ولا نعلم صفتها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إذا كانت هذه بعض المخلوقات ولها صفات لا نحيط بكيفيتها، فكيف بصفة الخالق سبحانه وتعالى؟ طيب، فإذا يقول يعني الذين عطلوا صفة الله تعالى ونفوها، يعني نفوا أرادوا أن يفروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى ببعض خلقه، فشبهوا الله تعالى بالعدم، يعني شبهوا الله تعالى بالمعدومات وبالمستحيلات، يعني تجدهم في صفة الله سبحانه وتعالى يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، ولا هو جوهر ولا هو عرض ولا هو جسم ولا هو كذا ولا، وينفون ويأتون بكلمات يستعملونها في النفي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. في كتب العقائد الأشعرية يعني تجد توسعا في النفي، كلها نفي، أن الله تعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا، من غير دليل، كل الدليل لك العقل، العقل العقل الدليل العقل، يعني أين الدليل على أن الله ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بالجوهر، ليس بك، ما فيش لا آية ولا حديث، كلها يقول لك العقل يدل على نفي كذا ونفي كذا ونفي كذا، ثم يعني تخرج من هذه، يعني كما قال بعض أئمة السلف، قالوا لو قيل للشخص صف لنا العدم لا يستطيع أن يصفه بأحسن من هذا، والعزل الله تعالى، يعني نقول صف العدم ما يستطيع يجيب صفة أحسن من الصفة التي
يصفون بها رب العالمين سبحانه وتعالى بزعمهم. فإذا هم فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى مثلا بالمخلوق بزعمهم، ووصفوا الله سبحانه وتعالى إما بصفة المخلوق الناقص، يعني لأن هذه الصفات كمال، فعندما ينفونها فيشبهون الله تعالى بالمخلوق الناقص الذي ليس فيه هذه الصفة، أو بالعدم أو بالمستحيلات، ففروا من تشبيه ووقعوا في تشبيه أقبح منهم. ولو أنهم اتبعوا الكتاب والسنة وسلموا لأمر الله ويثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه مع اعتقاد أن صفة الله تعالى على ما يليق بكماله من غير التشبيه لسلموا من هذه المحذور. فهنا يقول يعني لهذا المعنى